أهلا بكم مشاهدينا، أحييكم مجددا من القدس. وقصتنا الآن عن قرية عرب النعيم، وهي قرية عربية داخل إسرائيل يعيش فيها أكثر من 1200 نسمة، وقد تم الاعتراف بها من قبل السلطات الإسرائيلية قبل 11 عاما. تقوم بكل الواجبات المدنية لإسرائيل حتى الخدمة في الجيش، لكنها لا تحظى بأدنى الخدمات البلدية كالماء والكهرباء. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة عبير بقعي. عند زيارتنا لقرية عرب النعيم ومنذ لحظة وصولنا إلى مشارفها، تخيل لنا للوهلة الأولى أن عجلة الزمان قد عادت بنا إلى بدايات القرن العشرين، فكل قاطنيها يعيشون هنا في بيوت من الصفيح الذي لا يقي من حر الصيف أو برد الشتاء، واسم القرية النعيم لا يعكس أبدا حال أهلها. في ناس عندنا مش عندنا موجودة في البيت، البركية 72 متر عبارة عن غرفتين، تلاقي فيها 16 نفر 17 نفر عايش فيها، عائلة 2 و3. هاي الحياة الموجودة اللي احنا فيها. القرية بأجمعها تحصل على المياه والكهرباء من منزل واحد، وصلت إليه هذه الخدمات بشكل محدود لمرض أحد الأطفال القاطنين فيه. ومع أن سكانها يقومون بتقديم كافة الواجبات المدنية، إلا أنهم لا يحظون بعشر ما تنعم به بلدة كرمئيل، والتي تبعد عن عرب النعيم مرمى حجر. هناك مدينة مخصصة على كيف تخطيط المدن، هنا بعدها من أحداثها مشينا إن شاء الله نخطط جديد يكون زيها، أمل بأقرب وقت ممكن يعني. صح، الجيش ونوع البوليس طريقة البتحون كلها. أنا عاد حال إسرائيلي لكل شيء، موجود إسرائيلي لكل شيء، أرنونة ندفع كل شيء، كهرباء ندفع، مي ندفع، كل شيء بالضبط زي أي إنسان ساكن تل أبيب أو القدس أو بأي مدينة ثانية. تتربع قرية عرب النعيم على واحدة من قمم الجليل الأعلى، والتي تشرف من بعيد على ساحل البحر المتوسط. وجوه أطفالها تعكس مأساة القرية التي تنتظر خارطة هيكلية تؤهلها لتكون متاحة للعيش بأبسط وسائل العيش الكريم، والذي تتمتع به باقي القرى والمدن المحيطة. من قرية عرب النعيم عبير بقاعي، اليوم على الحرة.